أن نجاح هذه الجهود يستلزم أن يكون هدفها النهائي هو تحقيق حل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشرقية وفق الشرعية الدولية ومقرراتها. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، اليوم في ظل هذه المتغيرات الإقليمية والدولية تؤكد المملكة مجدداً على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته